بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا نهار يا ابن المعالف ما لا لبوك اصنع بره في شباب لا يرضى المخدرات لا الحاد لا خمور ربي ينمي الطاقات اصنع بره في شباب لا يرضى المخدرات لا الحاد لا خمور ربي ينمي الطاقات الله يطيح حظك يا مريم لقي والرابع افكاري تحمي الشباب يرفض كل الانحراف ويعالج كل الاسباب فكري يرسم ما جعتك فكري يرسم واقع اجمل اشباب من تبني المستقبل عن اهدافي لا تسر راح اصنع لك جيل معدل ما يتسكع في الطرقات مهذب طول الاوقات ما يتناول للخمور تارك للمخدرات يا نعال يا ابن اي مهدي 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 شوري الاخلاقي والراب افكاري تحمي الشباب يرفض كل الانحراف ويعالج كل الاسباب فكري يرسم واقع اجمل اهباب تبني المستقبل عن اهدافي لا تسر راح اصنع لك جيل معدل ما يتسكع في الطرقات مهذب طول الاوقات ما يتناول للخمور تارك للمخدرات اصنع بره بشباب لا يرضى المخدرات لا الحادة لا خمور ربي ينم الطاقات يا نهار يا ابن المعارف هذا الشباب المسكين حاير بحاجة معين انا بهذا المجلس قال اوجد له تقوى تحصيل خل نتعاون انا وياك خل ننقذ هذه الاشباه لا توقف انت قريب عصر التخلف شوطه ليش بجاهل عايش ابنك واحنا في عصر العلو ليش بحاجه غام ليش بحاجه وفقر عايش هذا الشباب المحروم هذا الشباب المسكين حاير بحاجه معين انا بهذا المجلس قال اوجد له تقوى تحصيل خل نتعاون انا وياه خل ننقذ هذه الاشباه لا توقف انت طارق عصر تخلف شوطه ليش بجاهل عايش ابنك واحنا في عصر العلو ليش بحاجه وفقر هذا الشباب المحروم اصنع براب شباب مخدرات لا الحادة لا خمور ربي ينم الطاقات شلون انتي شرهيج الحاد اين اصوات الدعاء لا تقضيها بس تصلي وتاريك الامة بشيتها غيرك قادر يصنع واقع يوجد للدين حومة يوجد شباب المعاصر يمتلك ارقى الطاقة متربين الفكر الاعلى عندهم ارقى الاساليب الشور الاقدس علم هم كل جرح طبيب مهدي 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 شلون انت شرهيك الحال اين اصوات الدعاء اي لا تقضيها بس تصلي وتارك الامه بشيتها غير قادر تصنع واقع يوجد للدين حماه يوجد شباب المعاصر يمتلي لك ارقى الطاقه متربين الفكر الاعلم عندهم ارقى الاساليب الشور الاقدس حصل هم كل جرح طبيب يا نهار يا اصنع بالراب شباب لا يرضى المخدرات لا الحاد لا خمور ربي ينم الطاقة لا الحاد لا خمور ربي ينم الطاقة
اي شلون انتشر هيك الحاد عين اصوات الدعاء لا تقضيها بس تصل تاريخ الامه بشتاء غير قادر تصنع واقع يوجد للدين حومه يوجد شباب مجموعه يمتلك ارقى الموقع يمتلك ارقى الطاقه يمتلك ارقى الطاقه بتربين الفكر الاعلم عندهم ارقى الاساليب الشور الاقدس على هم كل جرح طبيب ها منه يعيد الجيل الهاجر والمارس حتى المثلي والعاف الدين وافكاره وسلم لافكار الحال انا اشوفك كانك راضي ومستهين بدين الله لكن انا عندي غير كل محرم ما ارضى انا مقرر انشر فكري وانقذ كل هذه الشابه راح اعيد بذري وبتور واخلاق وراب يا نهار من هي عيد الجيل الهاجر والمارس حتى المثلي والعاف الدين وأفكاره وسلم الأفكار الحادي أنا أشوفك كأنك راض مستهين بدين الله لكن أنا عندي غير كل محرم ما أرضى كل محرم ما أرضى أنا مقرر أنشر فكري وأنقذ كل هذه الشباب راح أعيد بنداري وجور وأخلاق وراب مهدي 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 من يعيد الجيل الهاجر والمارس حتى المثلي والهارس حتى المثلي والعاف الدين وافكاره وسلم الافكار الحادي انا اشوفك كانك راض مستهين بدين الله لكن انا عندي غير كل محرم ما ارضى انا مقرر انشر فكر فقد كل هذه الشباب راح اعيد مزاري وشور واخلاق وراب انتشر هيك الحال شلون انتشر هيك الحال عين اصوات الدعاء لا تقضيها بس تصل تارك الامه بشتى غير قادر مستعوق يوجد الدين حماه يوجد شباب ومعاص يمتلك ارقى الطاقه بتربين الفكر الاعلم عندهم ارقى الاساليب الشور الاقدس حصل هم كل جرح طبيب شور الأخلاقي والراب أفكاري تحمي الشباب يرفض كل الانحراف ويعالج كل الأسباب فكري يرسم واقع أجمل فكري يرسم واقع أجمل إي شباب وتبني المستقبل أنا أهدافي لا تسأل راح أصنع لك جيل معه ما يصقع في الطلقة ما يصدق في الطلقة مهذب طول الأوقات ما يتداول للخمور تارك للمخدرة شباب المسكين حاير بحاجة معين أنا بهذا المجلس قال وجد له تقوى تحسن وجد له تقوى تحسن فنتعاون أنا وياه فننقذ هذه الأشباه لا توقف أنت بطريق عصر التخلف شوطة ليش بجهل عايش ابنك وإحنا في عصر العلوم ليش بحاجة وفوق قرعة هذا الشباب المحروم شلون انتشر هيك الحال؟ اين اصوات الدعاء؟ لا تقضيها بس تصلي وتاريخ الامه بشتى، غير قادر يصنع واقع، يوجد بالدين حومه، يوجد شباب المعاص، يمتلك ارقى الطاقه، متربين الفكر الاعلم عندهم ارقى الاساليب، الشور الاقدس حصل هم كل جرح طبيب. مهدي 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 شلون انتشر هيك الحال؟ اين اصوات الدعاء؟ لا تقضيها بس تصلي وتارك الامه بشتى، غير قادر يصنع واقع، يوجد للدين حماه، يوجد شباب المعاص، يمتلك ارقى الطاقه، متربين الفكر الاعلى، عندهم ارقى الاساليب، الشور الاقدس حصل هم كل جرح طبيب. مارس حتى المثلية منه يعيد الجيل الهاجر مارس حتى المثلية العاف الدين وأفكاره وسلم الأفكار الحاد أنا أشوفك كأنك مستهين بدين الله لكن أنا عندي غيره وكل محرم ما أرضى أنا مقرر أنشر فيك فقد كل هذه الشابة راح أعيد أفاد وتور وأخلاق وراب سلم الافكار الحادي انا اشوفك كانك راضي مستهين بدين الله لكن انا عندي كل محرم ما ارضى انا مقرر انشر فكري وانقذ كل هذه الشابه راح اعيد بداريه وشهور واطلاق وراب
شلون انتي شرهيك الحال؟ اين اصوات الدعاء؟ لا تقضيها بس تصلي وتاريك الامه بشهده، غيرك قادر الاستحواذ، يوجد للدين حماه، يوجد الشباب المعاه، يبدي لك ارقى الطاقه، يبدي لك ارقى الطاقه، بترديني الفكر العال، انتم الاقاليم، والسور الاقدس حصل، هم كل جارح طبيب، هم كل جارح طبيب. والراب شر الخلاقي والراب أفكاري تحمي الشباب يرفض كل الانحراف ويعالج كل الأسباب فكري يرسم واقع أجمل شباب شوري أخلاقي والراب أفكاري تحمي الشباب يرفض كل الانحراف ويعالج كل الأسباب فكري يرسم واقع أجمل شباب وتبني المستوى أنا أهدافي لا تس لا حصل على كيد بعد ما يسكح في الطرقة مهذا طول الواقع ما يتناول الغموض ذلك المخدرات مهدي 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 هذا الشباب المسكين حاير بحاجة معد أنا بهذا المجلس قد أوجد له تقوى وتحسن هل نتعاون أنا ولا هل ننقذ هذه الأشباه هل ننقذ هذه الأشباه لا توقف من تقاريبي عصر التخلف شوطة ليش بجهل عايش وإحنا في عصر العلوم ليش بحاجة وفي القرآن هذا الشباب المحروم شلون انتي شرهيك الحال؟ اين اصوات الدعاء؟ لا تقضيها بس تصلي وتاريك الامه بشهده، غيرك قادر الاستحواذ، يوجد الدين حماه، يوجد شباب المعاف، يبدي لك ارقى الطاقه، بتربيني الفكر الاعلى، ارقى الاساليب، الشور الاقدس حصل، هم كل جارح طبيب. من يعيد الجاني الغدر والمارس حتى المثلي والعافيين واخلاقه، اثار الصادقيه منهم من هو عيد الجيل الهاجر والمارس حتى المثلي والعاف الدين وافكاره وسلم لافكار الحال انا اشوفك كانك راف مستهين بدين الله لكن انا عندي ذه كل محرم ما ارضاه انا مقرر انشر فك واخذ كل هذه الشباب راح اعيد البندري وشهور واخلاق وراب مهدي 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 شلون انتي شرهيك الحال؟ اين اصوات الدعاء؟ لا تقضيها بس تصلي وتاريك الامه بشهده، غيرك قادر يستعوض، يوجد الدين حماه، يوجد الشباب المعاف، يبدي لك ارقى الطاقه، بتربيني الفكر الاعلى، عندهم ارقى الاساليب، الشور الاقدس حصل، هم كل جارح طبيب. اسمع بالرعب شباب لا يرضى الموت مخدرات لا إلحاد لا خمور رابيون من الطاقات نوري الأخلاقي والراب أفكاري تحمي الشباب يرفض كل الانحراف ويعالج كل الأسباب فكري يرسم أجمل باب تبني المستقبل أنا أهدافي لا تس راح أصنع لك جيل معد ما يسكح في الطرقات مهذب طول الأوقات لا يتداول للخمور لكل المخدرات هذا الشباب المسكين حاير بحاجة وموت أنا بهذا المجلس هذا الشباب المسكين حاير بحاجة موعي أنا بهذا المجلس قد أوجد له تقوى تحسين أوجد له تقوى تحسين هل نتعاون أنا وياه هل نتعاون أنا وياه هل ننقذ هذه الأشباح طريقي عصر التخلف شوطان لا توقف انت طريقي عصر التخلف شوطان ليش بجهل عايش ابنك واحنا في عصر العلوم ليش بحاجة وبقرعة هذا الشباب المحروم الهاجر والمارس حتى المثلي والعاف الدين وافكاره وسلم لافكار الحال انا اشوفك كانك راضي ومستهين بدين الله لكن انا عندي غير كل محرم ما ارضاه انا مقرر انشر فكري وانقذ كل هذه الشباب راح اعيد ابد وبشهور واقلام وراب
شلون انتي شريك الحال اين اصوات الدعاء لا تقضيها بس تصلي وتارك الامه بشتى غير قادر للاستعواض يوجد الدين حماه يوجد الشباب المعاص يمتلك ارقى الطاقات متربين الفكر الاعلم عندهم ارقى الاساليب الشور الاقدس حصل هم كجار احطابي والراب افكاري تحمي الشباب يرفض كل الانحراف ويعالج كل الاسباب فكري يرسم واقع فكري يرسم واقع اجمل شباب وتفني المستوى عن اهدافي لا تنسى راح اصنع لك جيل معد ما يتسكع في الطرقات مهذب طول الاوقات ما يتاول للخمور تارك للمقدرات مسكين حاير بحاجة معين أنا بهذا المجلس قاد أجد له تقوى تحسين أجد له تقوى تحسين خل نتعاون أنا وياه هننقذ هذه الأشباه لا توقف أنت القاري عصر التخلي وشوطه ليش بجاهل عايش ابنك وإحنا في عصر العلوم ليش بحاجة وفي قرعة هذا الشباب المحروم شوري أخلاقي والراب أفكاري تحمي الشباب يرفض كل الانحراف ويعالج كل الأسباب فكري يرسم واقع أجمل شباب وانت في المستقبل عن أهدافي لا تسهر لا حصى على الجيل معد ما يتسكع في الطرقات مهذب طول الأوقات ما يتاول للخمور تارك للمخدرات مهدي 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 هذا الشباب المسكين حاير بحاجة ومعين أنا بهذا المجلس قادر أجد له تقوى وتحصين أجد له تقوى وتحصين نتعاون أنا وياك ننقذ هذه الأشباه لا توقف أنت بطريقي عصر التخلف شوطة ليش مجهل عايش فإحنا في عصر العلو